طيب كلنا عارفين نوتيلا خير ما انتجت مصانع الشوكولاته في العالم، لكن بقى اللي لقيته في السوق يعني حاجات اسمها نونوتيلا تقريبا، باسماء شركات غريبه بتقلد النوتيلا باسعار يعني رهيبه جدا، بقى جلوتيلا وسولوتيلا وبولوتيلا وحاجات غريبه. فتعالوا بقى نكتشف ايه الفرق ما بين النونو دي والنوتيلا العظمه بتاعتنا دي. بس افكركم كلكم توصلوا الفيديو ده ل 10000 لايك، فكل يعمل لايك حالا، وانت ما تنسوش الشير والسبسكرايب وكل فولو وكل الحاجات الحلوه دي، و يلا بينا نجربهم. اول حاجه بقى هنبدا بيها هو منتج النوتيلا العالمي. نخش بقى في اسعد لحظه في فتح النوتيلا وهو دبه المعلقه. بعد كده بقى ايه نفتح يا معلم. اخ على العظمه، اخ سم الله معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. الطعم يعني مش محتاج اتكلم عنه، هديله تقييم 20 من 10. انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. عظيمه جدا. بالنسبه بقى للوزن بتاعها، فدي بتتكون من 350 جرام، ومكتوب ان هي من كريمه البندق مع الكاكاو، يبقى دي يعني كاكاو وبندق. تعال بقى نخش على التقليد النونوهات دي، نفصل بقى من العظمه دي. واول منتج نونو تقليد معانا وهو اسمه سوناتيلا، وطبعا كاتبين لك فوق ميني يعني عشان يعرفوك ان هي دي يعني صغيره وكده اساسا احنا عمي. المهم يعني دي عباره عن 50 جرام من كاكاو وبندق، يعني شوكولاته بالبندق برضو زي النوتيلا، وسعرها 6 جنيه. واللي عاجبني الصراحه ان البتاع حجمها كبير كده والباكنج بتاعها محترم، بعدين قال لك ان المعلقه موجوده جوه الغطا. فتعال بقى نفتحها ونشوف موضوع اتفتح منين. ده بصوا بقى كاتبين هنا ايه اوبن، المفروض الحته دي بقى بنفتحها. شايفين شايفين يا جدعان يعني العظمه. بعدين بدخل بقى اصبعي من الحته دي في المعلقه. ده كده شكل المعلقه اللي جوه، صراحه اهتمام بالتفاصيل حلو جدا. كده شكل الشوكولاته اللي جوه ولونها افتح بشويه حلوين كده من النوتيلا نفسها، وبعدين يعني تحسوها كده يعني مياي كده في نفسها، يعني مش ماسكه نفسها زي النوتيلا. المهم الطعم بتاعها يكون جامد، نجربها بقى. بسم الله. هي احساسها في البق غريب شويتين ثلاثه، يعني كده تحس كده مش عارف ببودره كده في بقك، معرفش ليه احساس البودره ده، لكن غير كده بقى طعمها حلو. يعني طعم الشوكولاته هنا هو مش اقوى طعم شوكولاته انت ممكن تحس بيه، لكن طعم الشوكولاته مظبوط رايق قوي كده، تحس ان هو محدود بالنسبه يعني كويسه كده شويه. طعم البندق واضح، وده عجبني قوي في السوناتيلا دي. يعني بتاع دي انا ممكن اديها تقييم 8 من 10، عظمه يعني. دي انا ممكن اشتريها تاني كبديل للنوتيلا. والمنتج اللي بعده ده موجود بقى في كل الاسواق في كل حته، واسمه كاليفورنيا ميني. بصوا بعدين خالص عن كلمه التيلا بتاعت النوتيلا، عشان ايه يقولوا لك احنا منتج منفرد بنفسه، طبعا يعني كاتبين ان هي بكريمه الشوكولاته بالبندق. دي 30 جرام، احنا هنثبت بعد كده كله جاي 30 جرام، سعرها 5 جنيه. ويعني بعيد عن اي حاجه صراحه حجم العبوه الصغنون ده جميل جدا. طب بقى نشوف عمليه الانبوكسنج. بصوا كمان مغطينها من فوق وبتاع، يعني مهتمين بالتفاصيل من الاخر. ريحتها ضعيفه خالص، بس دي اغمق شويه من السوناتيلا اللي احنا كنا جربناها من شويه، بس الكميه طبعا اقل، وب 5 جنيه التانية كانت ب 6، ف سوناتيلا تكسب من موضوع السعر. تعال بقى نشوف المعلقه ما تخش، هنستخدم المعلقه بتاعت السوناتيلا. تعالوا بقى ايه نشوف السمكه بتاعت الشوكولاته. هدي حاسسها ماسكه نفسها شويه عن السوناتيلا، وبرده زي ما بقول لكم لونها اغمق احساس في البق، فهي كريمي يعني ما فيهاش موضوع الحبيبات اللي انا حسيتها من شويه في السوناتيلا. كطعم شوكولاته فهنا طعم الشوكولاته يعتبر اقوى حاجه بسيطه من السوناتيلا، لكن طعم البندق ضعيف جدا، مسكره زياده عن اللزوم. يعني هي من نوع الشوكولاتات اللي هو بيبوع النفس كده، اللي انت تبقى تاخد معلقتين كده تحس بنار في صدرك. الموضوع ده يعني على ما اظن هي الاطفال الصغيره تحبه اكتر من الكبار، يعني احنا بنحب الحاجه تبقى طعمها يبقى مظبوط من كل حاجه بتاع، لكن العيال بتحب الحاجات تبقى اوفر دوز سكر، فغالبا الاطفال ممكن يحبوا البتاع دي. بس دي كتقييم هديها 6.5 من 10. ونخش على تاني اكتر منتج متوافر في الاسواق وهو جوتيلا، بس كاتبين هنا بقى يعني الناس صراحه كاتبين لك ببدائل زبده الكاكاو، يعني بيقول لك ان دي مش شوكولاته خام، الناس صريحه جدا يا جدعان. بقى نفتحها، هنا الشوكولاته لونها اغمق بكتير من الشوكولاته اللي فاتت، يعني بصوا لونها عامل ازاي. لا غامق قوي، غامق قوي زياده عن اللزوم. دي بقى مياي برده شبه السوناتيلا عن اللي فاتت. تعال بقى دي بقى طعمها وحش، يعني بصوا يعني طعم الشوكولاته كده في بقك بيعمل لك مراره في زورك، يعني ما شدتنيش ناي. احنا نجرب ممكن نديها فرصه ثانيه كده. بسم الله. وحشه قوي، وحشه قوي يا جدعان، بتمرر كده في الزور. لا لا، وبعدين تحس انها مدهنانه فعلا، يعني مش عارف ما شدتنيش خالص البتاع دي. البتاع دي يعني ما انصحش اي حد يجيبها، يعني دي كتقييم هديها مثلا 4 من 10 ولا حاجه.
اما بقى اللي بعدها اسمها ميروتيلا، دي واخده برده موضوع التيلا لكن مغيره شكل الباكجينج بعيده خالص عن شكل النوتيلا، يعني احمر في اخضر في بتاع، تحس ان هي يعني هربانه من الكريسماس تقريبا. تعال بقى ايه نفتحها برده نفس الموضوع بتاع اللي هو بتاع الرصاص، دي ما بتتفتحش بسهوله نهائي. خلاص ندبها بقى شبه النوتيلا امرنا لله. انا ليه شميت ريحه شربات اول ما اتفتحت؟ ايه ده الريحه الفظيعه دي؟ الناس دي بتاكل ايه؟ ريبي في حد غسل رجله جوه تقريبا. هي دي الكالون حلوه، يعني الكالونه لونها تحس ان تيلا كده في نفسه، ده غير ان الشوكولاته ماسكه نفسها، لكن كريحه مش عارف ليه ريحتها مش شداني نهائي. بس مضطرين ان احنا نجربها، فبسم الله وربنا يستر يا رب ما يكونش حد ناسي رجله جوه ولا حاجه. الميروتيلا دي تعتبر اقرب واحده للعظمه بتاعه النوتيلا في الطعم. طعم الشوكولاته هنا حلو قوي، طعم البندق حلو قوي، كل حاجه فيها حلوه بعيد عن ريحتها يعني القلب على رجلين بني ادمين، بس الشوكولاته طعمها جامد قوي. الميروتيلا دي انا هديها تقييم 9/10، اقرب واحده للنوتيلا، ودي ارشحها لكم جدا لو انتوا لقيتوها. واخر حاجه بقى معانا اسمها تشيكولا ميني، ودي يعني جايبها لانها بديل للنوتيلا بالبندق، شوكولاته بالبندق بتاع، لكن بعد ما اشتريتها اكتشفت ان هم كاتبين لك عليها ان هي يعني شوكولاته بالبسكوت او حاجه كده، مش فاهم انا دي عباره عن ايه. وبرده سعرها 5 جنيه و30 جرام، ودي يعني كلون وككل حاجه بعيده خالص عن النوتيلا. تعال بس ايه برضه نفس موضوع البتاع دي، خلاص دي بقت حاجة ثابتة، بس هي بتكون لا مش سهلة الفتح. تعال نقطعها بقى امرين لله. وهنا الشوكولاتة لونها غامق قوي، يعني غامق بطريقة مش لذيذة كده، والشوكولاتة برضه نفسها ماسكة نفسها قوي، يعني تحس انها كتلة شوكولاتة. فنتمنى من الله انها تكون ماسكة نفسها عشان فيها بسكوت مثلا او حاجة، يعني ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. والله كطعم شوكولاته ما ضايقتنيش نهائي، يعني طعم الشوكولاته تحس ان هو مظبوط، وبعدين فعلا هي ماسكه نفسها كده، تحس ان فيها يعني بودره بسكوت اللي هو مكسرين بسكوت مع الشوكولاته وبتاع. هي غريبه، هي بعيده شويه عن النوتيلا كطعم، ما فيش طعم البندق وكده، لكن رايقه قوي في الحته بتاعتها اللي هو الشوكولاته بالبسكوت. الموضوع ده اول مره اجربه، يعني لو في موضوع اللي هو الشوكولاته بالبسكوت ده بانواع مختلفه ولون ممكن نجربها بفيديو مختلف، لكن يعني شيكولا دي يعني ارشحها جدا لو انت عايز تجرب حاجه مختلفه عن النوتيلا، لو انت كيف شوكولاته بس ما بتحب الشوكولاته بالبندق. فدي كتقييم هديها 8/10. انا كترشيح طبعا اول حاجه ارشحها لكم الميروتيلا دي، عظمه جدا وطعمها جامد جدا قصاد سعرها. السوناتيلا دي طعمها يعني ما كانش اجمد شوكولاته قريبه للنوتيلا، لكن كباكجينج وبقى معلقه والوزن بتاعه وكل الحاجات دي فتعتبر مميزه جدا، برده طعمها كويس. الشيكولا دي يعني في حته تانية بس رايقه قوي مع نفسها، دي انصحكم انكم تجربوها يعني زي ما قلت لكم انت ودماغك. اما بقى بالنسبه لكاليفورنيا ميني والجوتيلا دي يعني ما رشحها لهمكمش قوي، يعني دي يعني ممكن لو لقيتها اشتريها، لكن دي اوعى تشتريها نهائي. وبس ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب والفولو وكل الحاجات الجامده دي، واشوفكم الفيديو اللي جاي يكون جامد جدا. سلام.